إله كوري رئيس جمعية تجار مؤسسة تراب من سلامة في إطار إعادة الهيكلة ديال السوق المركزي اللي كتجينا في الشبابة وفي المطلوب وفي البحر وفي الماء وفي الزب يعني تقريبا المارشي مشى على هاد الوتيرة هادي كان واحد التوافق ما بين مجلس المدينة وشركة ديال إعادة التهيئة الدار البيضاء. المهم خرجوا بواحد القرار الاساسي على الهيكله السوق المركزي والحمد لله حنا تم التوافق معهم وشنا بهذا الاصلاح هذا كما الان المارشي قسم على سبعه ديال المجموعات يعني كل مجموعه عندها الوقت ديالها يتم الاصلاح ديالها وكيبقى مجموعه اثنين اللي حالين باش كيخدموا دابا الحمد لله حنا كنتواجدوا في مجموعه رقم واحد اللي هي تقريبا انتهت الاشغال ديالها وما خدامين كيبقى دابا واحد الحاجه اللي كتبقى باش المناقشه ديالنا غتكون حول لي باش حول لي باراسول هما اللي غادي يكون باش نرجعوا الجماليه والرونق للسوق المركزي اطار التوافق ما بيننا وبين الجهات المعنيه على اساس غادي يكون استغلال ديال القبو وهذا القبو هذا غادي يكون استغلال ديالو واحد تقريبا غندير لك واحد الفضاء ديال الاطفال لان مارشي ما كيعرفش هاد النوعيه من النشاط غادي يكون عنده فضاء ديال الاطفال في القبو ثاني مجموعه ديال غادي يكون مقر ديال الجمعيه غادي يكون مقصف للتجار غادي يكون مقر ديال الاجتماعات كله غادي يكون في القبو باش حنا حتى نستافدوا من القبو يعني الحمد لله حنا غاديين في هذه الاشغال هذه وكنتمنى من الله باش يمشي للوتيره المارشي راه تغير غادي يمشي لاحسن ما يرام بالنسبه للزبناء لكل شيء اللي غتكون عنده واحد الجماليه اللي غتمشي فيها كيكون حنا دايرين برنامج في المكتب ديالنا دايرين برنامج ديالنا باش نمشيو فيه ثانيا كما يخبر لكم بان كاين برنامج ديال السياح باش يمشيو على هادشي كامل العائق اللي عندنا عائق واحد هو ازاله هذا الكشك هذا اللي متواجد على المدخل ديال علام عبد الله هذا هو العائق اللي عندنا في السوق لان لحد الساعه باقي لحد الساعه المسؤولين ما خدوش على الاعتبار هذا الكشك متواجد في السوق المركزي وكنتناقش مع السيد العامل ومع السيد باشا على اساس باش تكون الازاله ديالو كما رئيس المقاطعه السي بلوط ولكن كلهم متفاهمين بان هذه النقطه السوداء اللي داخل الباب ديال بالنسبه للوباء الحمد لله ما عندناش تاثير عليه لان كلنا متازين في التباعد ديالنا محترمينه ثاني محترمين حتى التوقيت اللي كيصير ديال المارشي تبقى القرار ديال الحكومه ما عندناش وكاين ارشادات بالنسبه للجمعيه والتجار باش يكون ارتداء ديال الكمامه ديالهم حتى الناس اللي ما عندوش كمامه كنحاولوا ما نخلوش يدخل السوق هذا هو علاش الحمد لله متازين وفيما كيكون شي واحد فيه شي حاجه كنحاولوا نبعدوا على السوق باش نتمنى ما نكونش انا وهذا الموضوع اكثر عنا والحمد لله نتمنى من الله باش يشافي جميع المرضى المسلمين. عبد اللطيف ديال من المارشي سونترال ديال الدار البيضاء العمل ديالي هو لي زونتيكيتي خصيصا الثقافة المغربية اللي تتهم المغرب بحال الجرائد بحال كتبة ديال تاريخ المغرب بحال لي زافيش اورينتاليست وهادي 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 تشكركم على الزيارة ديالكم هنايا جونا اصبات الاول اللي جا زارنا من بعد هاد الاشغال اللي كاينة في هاد لازون هادي حيت شدوا المارشي وقسموها على اربعة هادي لازون ان فضاوها داروا عمل ديال ما تصورش على البال وتنطلبوا على الله يبقى هادشي مزيان هكذا فوالا ما طراش عليكم هاد الاشغال بزاف استاذ بزاف واش غنديروا مع ضرورات الاحكام باسكو مع الوباء مع هادي بلس هادي بلس هادي بلس هادي راه حنا واصلين العظم جمعت بزاف شكرا سيدي تبارك الله عليك بارك الله فيك استاذ الله يجازيك
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.